البيت والعثمان يشهد ختام بطولة الألعاب الشعبية الرمضانية التي نظمت تحت رعاية وحضور الشيخ أمثال الأحمد رئيس مركز العمل التطوعي، وشهدت منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة في البطولة. بالنسبة حق الدورة هذه إحياء تراث الكويت، وأنا الحين قاعدة مع معالي السفير عمان والسفير الإمارات، قاعدين نطرح فكرة إعادة ألعابنا الشعبية. يعني كل دولة من دولنا لها ألعاب شعبية، ليش ما نتجمع وكلنا نعرف، كل واحد يعرف الثاني؟ فإحنا قاعدين نسعى لإعادة ألعابنا الشعبية حتى نخلي الطفل يبتعد شوية عن الإلكترونيات. الشاب اللي الحين إحنا نبيه يكون اتجاه وطني، بجهود أهلها راح تصير الكويت احسن واحسن. الحمد لله مثل ما شفتوا، يعني اليوم اخر يوم وراحت مشت، يعني الايام اللي فاتت كلها يعني بهدوء بالمسابقات، وهذا مثل ما كان، يعني حتى عدد المشاركين ما شاء الله يعني عدد كبير. بالنسبه حق قدامه وصل عدد تقريبا 75 مشارك، والبليار تقريبا حوالي فوق ال 200 مشارك. بس الحمد لله طبعا لعبتنا كانت خروج المغلوب، بس الحمد لله اللعب يعني كان يعني ماشي بهدوء، وهذا بفضل الاداره والتنظيم الحكام. أكثر من 600 مشارك من مختلف الفئات العمرية خاضوا منافسات الألعاب الشعبية الرمضانية في ملعب وساحة بيت العثمان، ويهدف من خلال هذه البطولة إلى المحافظة على الموروث الشعبي في دولة الكويت. أنا حقيقة أول سعيد على تواجدي وسط هذه المجموعة، وأريد أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لبيت العثمان ولمؤسسة بيت العثمان والقائمين حقيقة من جهة منظمة ولجنة التحكيم على جهودهم القيمة في محافظة على الموروث الشعبي ليس فقط لدولة الكويت وإنما أيضا في منطقة الهيج. أنا أولا سعيد بهذه المناسبة الطيبة، وهي محافظة على الموروث والألعاب الشعبية اللي هي قاسم مشترك أيضا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. فهذه ليلة رمضانية رائعة والتنظيم على أحسن وجه، وشفت التنافس، يعني ما شاء الله حوالي 600 لاعب اللي شاركوا بهذه الألعاب. المحافظة على الموروث الشعبي يتجلى بأبهى صوره من خلال البطولة الرمضانية للألعاب الشعبية في بيت العثمان، والتي يحدو منظموها الأمل في أن تشمل البطولات القادمة الألعاب الشعبية لدول مجلس التعاون الخليجي. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.